إذا رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، والطلاق العاطفي هوس منتشر كثير في يعني مجتمعنا سواء كان العربي أو المجتمع العالم بأجمع، لكن خلنا نتكلم عن رأي الشارع تحديدا وكيف هو يضر الأبناء والأسرة والمجتمع. نطلع هالاستطلاع وراجعي مشاهدينا. الكلمة غير محسوبة، ما بالك أنه يهدم أسرة، يهدم بيت سبب لحظة عاطفية متسرعة. طبعا التأثير أنك لا صرحت أبنائك أن يا ولدي أنت فيك شيء بيكون مبسوط، أكيد يؤثر في تعاملهم، في تصرفاتهم، في دراستهم، في مستواهم التعليمي، كل شيء يؤثر، حتى يؤثر على الأسرة في تكوينها. يعني حرمان وتمكن من الأب والأم يصير بينهم، يعني محرومين في الشيء هذا. يتأثرون الأبناء والله مساكين، من ناحية المشاكل بين المطلقين ويأكل ضحياتها الأبناء، يأثر عليهم دراسيا ومشاكل بالبيت تصير، مثلا أي مشاكل نفسية بالأطفال اللي يكون بين الزوجين يعني إيه، وتأثير على الأبناء مثلا يكون متشتت بينهم، ما يعني ما يعرف، مثلا يكون هذا يعطي أمر وهذا يعطي أمر، ما يعرف مين اللي يأخذ منها الأمر. هو يمكن يجي الأب عند الأم، عرفت، أمه ما أدري ويش، عرفت، يمكن يجي الأم عند الولد يقول أبوه ما أدري ويش، ومتخيل يسمع الأم أو الأب. في مجمل الأحوال يأثر، لكن الأم هي اللي تكون إذا شغلت ذكائها ممكن تخلق من الانفصال هذا راحة. أحيانا يكون الانفصال العاطفي هذا راحة للأبناء، بحيث أن الأم إنما تأثر على نفسية الأطفال في البيت، فالبعد يكون أريح للإثنين. أنت العلاقة بجيل تعبان نفسيا، جيل تعبان في حياته المستقبلية، جيل يتعب في النهوض بالمجتمع، شيء طبيعي. وإذا ما كان فيه تفاهم أو ما كان فيه اندماج بين رؤوس الهرم اللي تحته كله، ما أتوقع أنه جيد. طبعا يأثر، لأنه بعدين بالمستقبل بيأثر على الولد، بيشوف أمه وأبوه شلون عايشين بالبيت بطريقة سيئة، هذا بيعطي الولد انطباع سيء جدا أنه بالزواج، يحسب أنه الزواج هذه هي الفكرة، والزواج بعيد كل البعد عن هالموضوع. الطلاق العاطفي آثاره على الزوجين ولا يأثر على الأبناء، لأن الرجل بينه وبين المرأة طلاق عاطفي صبر وتحملها وخلها عنده، وهو إن شاء الله أنه كفو أنه يربي عياله ولا يأثر على الأبناء بشيء، لكن أثره السلبي على الزوجين فقط. اللي يعني الأطفال دايما بيحسوا بأبائهم، بيحسوا بأمهاتهم، لما بتبقى زعلانة، لما بتبقى منكسرة، لو في مثلا مشاكل في البيت قدام الأطفال طبعا بيأثر بالسلب على الأبناء، بيأثر عليهم سلبيا أكيد. هو أكيد في تأثير بطريقة أو بأخرى، لكن أنا من وجهة نظري أنه أحيانا الطلاق يكون زي ما يقولوا فايدة، يعني يكون في وقت مبكر أفضل. يعني ممكن تكون تنقرص في نفس الطفل حتى منه يكبر تكبر معه.